التمارين محمد القائد تختلف حسب الفترة التحضيرية وحسب كذلك الهدف المسطر من موسم إلى موسم. يبقى الهدف الأسمى اللي هو الألعاب البارالمبية مثل ما اشتغلنا قبل ألعاب ريو، حاليا نشتغلوا لتحضير اللاعب إلى ألعاب طوكيو 2020. التمارين في أنواع منها متكررة، في أنواع منها لا، كل مرة يحدث فيها تغيير، وذلك لترتيب الخطط المختلفة لكل مشاركة أو بطولة.